التطبيق، هذه مهنة تطبيق. يعني اليوم أعطيكم مثال الفرق بين المعرفة والنولج، مع احترامي لجميع دكاترة الجامعات في جميع دول العالم، دكاترة الجامعات إلا من رحم ربي منهم هم عندهم خبرة أكاديمية وليست عملية. ولو دكاترة الجامعات عندهم خبرة عملية، الأغلب ما حيشتغلوا في الجامعات، حيشتغلوا في شركات تانية ويطلعوا رواتب أضعاف رواتبهم. هذا ليس انتقاص فيهم، لأنه السيستم بيجبرهم يكونوا هيك، تمام؟ فاليوم أعطيكم مثال تفهموه على موضوع أنه الفرق بين المعرفة والخبرة. اليوم أنت جيت قررت اليوم بدك تصير فاندام، بدك تربي عضل وأمورك تمام ومش عارف إيش. اجيتني اليوم رحت على نادي رياضي جيم وسجلت، وجاك الكوتش هناك قال لك اسمع، عشان انت تربي عضل وتوصل لهذا الشيب بعد سنة، تمام، لازم تعمل 200 تكرار بالعضلة الفلانية و50 تكرار في العضلة الفلانية، ولازم تريح 10 دقائق بين التكرار والتكرار. وا 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 وا. هون انت اخذت المعرفة بلها وشرب ميتها، اذا ما طبقت ما راح يصير عندك عضل. فإذا ما بتطبق في البرمجة، اللي ما بتطبق في البرمجة يطلع من المهنة.